اهلا ومرحبا بكم معايا في قناة عندي. اليوم غادي نعاود لكم واحد القصة ناري ناري، غادي نقفرها اليوم. اليوم قفرت زعما واحد الجريمة. الله يحفظ الله يحفظ الله يستر، ما عمرني سمعت بحالها، والله ما عمرني سمعت بحالها، وطرات في دولة عربية وما عمرني سمعت بحالها. الصراحة الناس اللي داروا هاد الجريمة باظ ليهم قدام سيدي ربي، والله تباظ ليهم. راه قلت لك راه تنتصنت الجرائم بزاف، ولكن هادي راه بزاف بزاف. المهم انا بغيت ندير واحد اليوم هذيك ديك الحلوه ديال الزنقه نتاع الجلجلان اللي كنشريوها في الزنقه النوكا وهذا الشيء، قلت نزعم ونشوف كيفاش صدقات ما صدقاتش. هو هذاك الدنيا هانيه، المهم تسمعوا القصه وتشوفوا بنادم كيفاش بنادم كيفاش توصل به واحد المرحله انه يفكر يدير بحال هذه الكارثه. قبل ما نبدا لكم القصه كما ديما، ما تنساوش ليا اللايك والكومونتير كما ديما. ايه من باب التشجيع هنا راه درت كاس واحد، لانه ما غاديش نبدا نغسل انا في الكيسان وانا بغيت ندير نفس الحاجه. انا كنستعمل كاس واحد غنعبر به وصافي. الجريمه ديالنا هادي طرات هادي في البدايه ديال القرن اللي فات، يعني نقولوا في 1916 1917 هاد الاحداث ديال هاد القصه. وطرات في العراق، كان الجفاف جا داك العام، والو الدنيا مقحطه، غتوصل بهم الحال والو والو، ما كاين والو، الناس تموت بالجوع. والابطال نتاع القصه ديالنا واحد الراجل هو ومرتو، عندهم واحد الوليد. ايوا كان عند داك الراجل داير واحد المحل بحال ريستوران، نقولوا ريستوران صغيره شعبيه كيبيع فيها لحم الراس. هادوك الناس الراجل صافي ما باقيش لقى باش يخدم، الناس ما عندها فلوس، وحتى البهيم حتى هما راه اللي لحم الراس اللي كيبيعو شري فيه هويا في داك الريستورا اللي كيبيعو للناس ما كاينش، الثمن ديالو غالي بزاف مع قليل داكشي. صافي اضطر يسد المحل ديالو، قالوا اش ما ندير اش ما ندير. بقاو كيفكروا، مشاو كيدورو في الزناقي وفي الشوارع تما ديال الموصل، وكيجمعوا المشاش وكيجيبوهم وكيدبحوهم وكياكلوهم. وقولوا نتوما الشينوا. واحد الوقيته ما بقاوش المشاش تيدورو في السيكتور، هما يقلبوها كلاب، داو فين ما بان ليهم شي كلب، فين ما بان ليهم شي عند شي حد ولا شي حاجه يتربصوا ليه، بان ليهم شي كلب ديال الزنقه حتى هو يتربصوا ليه يجيبوه، وكذلك تيشدوه يذبحوه وياكلوه. صافي هادوك الناس ملي كملوا الكلاب تا همايا ما لقاو مازال ما ياكلو، بقاو كيفكروا. واحد النهار جات عندهم جارتهم، هذيك جارتهم اللي ساكنه فوق منهم، واحد المراه كبيره في العمر. الراجل قال لمرتو اش ظهر ليك الى هاد جارتنا هادي اللي كبيره في العمر ساكنه غير بوحدها الى فضينا معاها؟ صافي المراه وافقاتو على انه يقتلوا جارتهم هذيك المراه الكبيره مسكينه، وفعلا مشاو قتلوها وفصلوها وكالوها. ولكن هي اللي كاش ملي كالو اللحم ديالها قالك بداو قالك يتقياو في العشيه هكا ملي كملوا هادشي، وتيردوا كاع داكشي اللي كالو. دابا نتوما فكرتوا على انهم زعما جاو شي هاد الايمان وانهم جاتو بشكل انهم كانوا لحم بنادم ضرهم خاطرهم وضرهم ضميرهم وخافوا من صدر ربي. لا 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 ماشي هكاك، ماشي صافي، ما ضرهم لا خاطرهم لا والو. نط المرا بدات تفتي، قالت لراجلها اسمح لي ولكن هذا اللحم شارف، لا هذا اللحم شارف، اش ظهر ليك الى جبنا وليدات صغيورين وقتلناهم وكليناهم؟ غادي يكون حسن من هاد اللحم ديال هادي، داكشي دابا كناه كاع ضرنا في كرشنا وهادشي ما نافع شي. والراجل تا هو بكل تأكيد وكل ثقة قال ليها مرحبا، فكرة زينة هادي، فكرة واعرة، وناكلو تا حنا مع راسنا اللحم فتي. وشوف دابا هنايا فين المواصل بتوصل، عندي قلت لكم انهم عند هاد الجوج عندهم ولد، تيقولوا لي سير جيب شي صاحبك زعما اش دير تلعب معاه وهادشي، تلعب وجيب معاك شي صاحبك جيبو للدار.
كاين الوليد تيمشي يلعب في الزنقه وملي سميتو تيقول شي ولد يلاه معايا للدار نلعبو في الدار ولا شي حاجه بحال هكا وكيجيبهم للدار وما عارفش كيجيب هذوك الوليدات الساكن وكيشدوهم هذوك الكفاره بالله كيبداو يقتلوا في الوليدات وتياكلوا فيهم شويه واحد الوقيته وبدا اللحم كتر عندهم ويفتي على مرتو الري قال لها اش ظهر لك الا انا دابا عندنا عندي هذاك المطعم مسدود اش ظهر لك لا حليت المطعم ونبيع فيه اللحم وندير ليه ثمن غير قليل وهكا نستافدوا على جوج مرات يكونوا عندنا فلوس نديرو نبيعو الشراء وفي نفس الوقت راه حنا كناكلو قالت لي هذا احسن ري فتيتي عليا الشيطان خدام كيتفرج فيهم باش يتعلم منهم هنا الشيطان صافي فاتوه بمراحل ايوا فتح الراجل فتح الريستوران ايوا هو اذا تبيع مساكن للناس اللحم ما فراسهم ما يعاودو مساكن وتبيعو بثمن غير قليل ايوا كيفاش طاحوا هاد الناس جا واحد النهار واحد الراجل جا تيتغدى تما في هذاك الريستوران ايوا شويه يلا دار واحد الدغمه هكايا وطلع ليه واحد العظيم فمو مدي ليه هكايا جبدو وهو يلقاه صبع ديال طفل صغير العظيمات ديال طفل صغير ديال الصبع ديالو مشى ديريكت للبوليس مشاو عندهم غادي نصدمكم هنا غادي نصدمكم لا غادي نصدمكم ملي دخلوا عليهم للدار قلبوا فتشوا هما يلقاو عندهم واحد البير ومع ساكنين هما السفليين لقاو عندهم بير وملي جاوا يقلبوا هذاك البير قال لك لقاو كتر من 100 جمجمه ديال طفل وتصوروا نتوما معايا هادشي طرا بين 1916 و1917 قال لك كتر من 100 جمجمه ديال طفل عاد باش المره الاولانيه باش بداو ما نهضروش على هذيك هذه بوحدها صافي حكموا عليهم هذوك الناس دازوا في المحكمه تحكم عليهم بالاعدام وديك الساعه ديك الساعه في هذيك الوقيته كان الاعدام في الساحه العامه يعني كان في الزنقه يعني ماشي الاعدام في ما كيشوفو حد لا لا كان في قدام الناس ايوا صافي هكا القصه ديالنا كتسالي انا خليتكم معايا باش تشوفوا المراحل ديال هذا لحد الان ناجحه الوصفه ناجحه داكشي اللي قالوا ناجح ايوا صافي ها هي الحلوه ديالنا الصراحه نجحات صراحه نجحات عرفتي جات بحال ديال اللي تتبع في الزنقه الفيديو ديالنا وصل النهايه ديالو ما تنساوش ليا لايك وكومونتير وتشاركوا معايا في القناه ديالي شكرا لكم.